البداية لابد أن أرحب بالحضور الكريم وأشكرهم على هذه الدعوة واهتمام ديالهم بهذا الموضوع المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. طبعا هذا الاجتماع أولا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع لابد أن السيد أحمد الزعيم يعني كيعتذر على الحضور تعذر عليه باش يحضر معنا وطبعا الظروف ديال العمل اشتغل ديالو. البدايه لابد ان نرحب بالحضور الكريم ونشكرهم على هذه الدعوه واهتمام ديالهم بهذا الموضوع المتعلق بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. طبعا هذا الاجتماع اولا قبل ما نبدا في هذا الموضوع لابد ان السيد أحمد الزعيم يعني كيعتذر على الحضور تعذر عليه باش يحضر معنا وطبعا الظروف ديال العمل اشتغل ديالو. البدايه لابد ان نرحب بالحضور الكريم ونشكرهم على هذه الدعوه واهتمام ديالهم بهذا الموضوع المتعلق بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. طبعا هذا الاجتماع اولا قبل ما نبداو في هذا الموضوع لابد ان السيد أحمد الزعيم يعني كيعتذر على الحضور تعذر عليه باش يحضر معنا وطبعا الظروف ديال العمل اشتغل ديالو. هي طبعا المعنيه او المستهدفه وطبعا هذا الاطار يعني في هذا الاطار دائما وردت على الجماعه مراسله من طرف السيد العامل طبعا في موضوع تفعيل برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري. وهذه المراسلة طبعا تدعو إلى دعوة يعني الفريق العمل التنشيط لحي مرشال للاجتماع مع الساكنة لاختيار ومناقشة يعني المشاريع التي تهم هذه المنطقة. وطبعا لبرمجة يعني هذه المشاريع وكذلك في هذا الإطار هذا في السنة الأخيرة من هذا البرنامج المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم رصد مبلغ وكآخر مبلغ أعتقد هو 1,561,000 درهم كحصة يعني أخيرة في السنة. وطبعا تفعيل هذا المذكرة ففريق التنشيط قام لقاء مع الساكنة بعين المكان يوم 19/12/2014 طبعا لمشاركة الساكنة في اقتراحاتهم وهمومهم من أجل البرمجة ديال هذا المبلغ. وطبعا كان الاهتمام ديال الساكنة بهذه مجموعة من المقترحات ومن أهمها طبعا اقترحت الساكنة من بين المشاريع التي تم اقتراحها وبرمجة هذا المبلغ في تجهيز مركز التربية والتكوين. يعني دائما كيدخل هذا المركز اللي تم التشييد ديالو من طرف المبادرة الوطنية. ثم كان اقتراح ثاني اقتناء سيارات الإسعاف. وكان المقترح الثالث هو إحداث سقاية عمومية بالحي. والمقترح الأخير هو تعبيد الطرق. بعض الطرق طبعا المبرمجة. إن هذو هما المقترحات اللي تم يعني التوصل من خلال المناقشة مع الساكنة المبلغ المرصود. وطبعا يعني الرسالة كانت كذلك كتلح على عدم يعني برمجة المشاريع المتعلقة بالبناء إلا بعد التوفر على الوعاء العقاري وانتهاء من كل المصادر المتعلقة بهذا الوعاء. إذا الحمد لله احنا ما كانش هاد برمجة بهذا النوع لأن كاين بناء تما كاين المركز وكاين الملعب تما للقر ارتأت يعني الساكنة بالبرمجة ديال المقترح. هادو هما كنعتقد سيدي الكاتب العام هذا هو الموضوع ديال الاجتماع. نعم وهي السياج ديال ذاك الملعب القر هذاك نورمالمون خصو يتبرمج قبل هذا السياج لحقاش كيسبب خطر على الأطفال. كاين واحد الحيط اللي كيبلغ الطول ديالو زيد من متر ونصف راه الى طاح مثل ماشي واحد راه غادي يسبب مشكل. ولهذا قبل ما نشرعوا في هذه المسائل خصنا نلقاو له حل بعد هذا المشكل تاع السياج لهذا الملعب.
واش الاخوان تاع فرقه مشات عندكم شي فكره على هذا الاخر؟ واش كاين شي برمجه لهذا السياج ولا غادي يبقى غير هكا؟ كاين عليه ماشي السياج، كاين حتى ذاك ملعب قرب. ذاك ملعب قرب خصو، لان كاين زارك الدراري اللي كيلعبوا عليه ولا شيء، يمكن كيكون خطر شويه على هذا. لا خصكم بحال اللي تقلعوه تعاودوا له غير ذاك الوقت ديالو، ذاك الطاشور باش يعاودوا له الخدمه ديالو. لان ذاك السياج اللي داروا ذاك الملعب القرب كاين زالق، وحتى الخدمه ديالو ماشي في المستوى ديالها. التحت ديالو صحيح، ولكن الفوق ديالو ماشي ذاك هو الواجهه اللي خص تكون عندهم. لا وذاك السياج اللي كيتكلم عليه السيد خصو ضروري، لانه هو داخل ذاك السياج، داخل في هو ما كيقول لنا، قال لنا ذاك النصيح من بزعيم بانه داخل في الاخر التصميم ديال هذا. وكاين واحد القضيه اخرى، هذه السياره ديال الاسعاف اللي بغينا نديروها تما في حي مرشان مزيانه، ماشي مزيانه، لكن غير هي علاش ما كناش درناها في واحد الجمعيه، درناها في شي جمعيه ما ندخلوهاش في هذه المشاريع ديال الحي. نديروها بشي نقتلوها بشي ندخلوها بشي مشروع اخر ديال شي جمعيه وكذا، ما تكونش في هذيك المشاريع السياره. ولكن حنايا غير وكاين القضيه ديال السقايه العموميه ضروريه خص تكون تما في الحي، لان الحي محتاج لهذ السقايه، وماشي غير هذاك الحي اللي محتاج لهذ السقايه، حتى الحي اللي من هنا ديال اللي فوقنا ديال قلب الحلاب اللي دون حي مرشات هو هذا الحي محتاج لهذ السقايه. وهذاك كنتكلموا على القضيه ديال تعبيد الطرق عاود، لان هذاك النهار تكلمنا غير على واحد الطريق اللي تجي من مع طريق قويه هو، وكتطلع على ذاك المقر اللي الدار ديال المراه، دار المراه، يمكن داك الشيء اللي كاين. تجي كاين واحد الطريق كتخرج من الدار ديال زعيم وتطلع على ولاد خويا. لا بالنسبه لهذيك الالات ديالو المشاكل وهاد الكراسه وهاد الطوابل هادي يدخلوا الناس هنا حقا كيجلس عليهم. غير هو ذاك المشروع ديالهم ما جبتولناش شحال غادي يتقاوم هذاك الشيء، واش ما عليش هذه القضيه. والسلام عليكم. شكرا للاخوان اللي كيسهروا على الراحه ديال المواطنين اللي تابعين المنطقه ديال مرشاد. حنا كنحييكم بعدا على المجهود اللي كديروه، واكيد ان هذا الاجتماع لابد انه يخرج بواحد النقاط اللي هي كتساهم في تحسين وتقريب يعني الخدمه للمواطنين، يعني من داخل يعني العضو ديالنا كاعضاء من داخل الوقايه المدنيه، نبغيو نشاركوا انطلاقا من يعني التجربه اللي كنقدروا نفيدكم بها. اول حاجه عندنا واحد الملاحظه، لي بلون ديال هذه المشاريع لحبذا اننا يكونوا عندنا، اول حاجه باش نساهموا في التعجيل ديالهم، وتكون واحد تصميم وهيكل مصادق عليه من طرف رجال التخصص. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه لحبذا ان دائما يعني ما عرفتش انا واش نقدر ندخل في التنظيم، ما عرفتش واش من حقي ولا ماشي من حقي، ان دائما قبل الاجتماعات تكون واحد المراقبه، بحال هذه المراقبه باش نعرفوا فين وصلنا وفين ماشيين. مثلا دابا اخر مره كنا درنا واحد الزياره عاقل عليها يمكن اكثر من 3 شهور هذه، ياك استاذ؟ نعم 3 شهور، وكنا درنا بعض التوصيات خليناهم تما. من بين التوصيات هي اللي ذكروا الاخوان، سواء السيد بوحوت ولا الاخ ديالنا، خلينا شي توصيات بغينا نعرفوا فين وصلوا ديك التوصيات، واش انهم حقا تفعلوا ولا ما تفعلوش، هذا هو اللي كاين. المهم انا جوج نقاط اللي حاليا كنشوفهم تري زامبورتو بالنسبه لينا حنا، باش تكون المساهمه ديالنا مساهمه فعاله وليس فقط حضور من اجل الحضور. هذا هو اللي كاين، وشكرا. شكرا. وهو انه هذه سياره الاسعاف دابا غادي تكون يعني خاصه غير بحي مرشال ياك، وحي مرشال داخل في المجال الحضاري. كنظن انا اذا كانت سياره الاسعاف هنا كاين سياره الاسعاف، كاين يعني في البلديه كاين سياره الاسعاف، وكاين عندنا حنا وكاين هذا. اللي كيكون مهم هو فين كنلقاو حنا بعض الصعوبات شي مرات هي في اللي غادي يسوق سياره الاسعاف. ما سياره الاسعاف كاينه، دونك خص يكونوا داك السائق هو اللي يكون راه الاشاره، ويكون مثلا جوج ولا ثلاثه باش ينظموا هذيك الدوريه ديالهم، ديك لا بيرمانونس، باش يكون دائما سياره الاسعاف والشوفور ديالها موجود. والنقاط الاخرين كنظن انهم راهم في بلايصهم.
تعبيد الطرق واش الحي كامل ولا غير بعض الطرق ياك. وبالنسبه لهذاك السياج قلنا ديك المره فاش خرجنا العين ما كانت عندنا ديك المعاينه درنا هذا الملاحظه وقلنا غادي تسمو ما عرفش فين وصلت كاين التساؤل ديال واش وهذاك فعلا كيشكل واحد الخطوره كما قال السي محوت واحد الخطوره على الاطفال وعلى اللي غادي يمارسوا تما هذيك الرياضه. اذا هذا كنظن الاولويات وي الاولويات وهو انه هاد سياره الاسعاف دابا غادي تكون يعني خاصه غير بحي مرجع ياك وحي مرجع داخل المجال الحضاري. كنظن انا اذا كانت سياره الاسعاف هنا كاينه سياره الاسعاف كاين يعني في البلديه كاين سياره الاسعاف وكاين عندنا حنا وكاين هذا اللي كيكون مهم هو فين كنلقاو حنا بعض الصعوبات شي مرات هي في اللي غادي يسوق سياره الاسعاف. ما سيارة الإسعاف كاينة دونك خص يكونوا داك السائق هو اللي يكون راه الإشارة ويكون مثلا جوج ولا ثلاثة باش ينظموا هذيك الدورية ديالهم ديك لا بيرمانونس باش يكون دائما سيارة الإسعاف والشوفور ديالها موجود. واللقاط الآخرين كنظن أنهم راه في بلايصهم. تعبيد الطرق واش الحي كامل ولا غير بعض الطرق ياك. وبالنسبه لهذاك السياج قلنا ديك المره فاش خرجنا العين ما كانت عندنا ديك المعاينه درنا هذه الملاحظه وقلنا غادي تسمو ما عرفش فين وصلت كاين التساؤل ديال واش وهذاك فعلا كيشكل واحد الخطوره كما قال السي محوت واحد الخطوره على الاطفال وعلى اللي غادي يمارسوا تما هذيك الرياضه. اذا هذا كنظن الاولويات وي الاولويات. ديك التيران اللي كانوا داروا ديك ملعب القرب انه كيزلق هو انطلاقا يعني يمتلي حتى حنا كنلعبو كورة كيما كنا خاطرنا هو الميني فوت خصو ضروري يكون كيزلق ضروري خصو يكون كيزلق بس ان تبلوك الناس تنظر ان الدكتور يكون ادرى ادرى بهذا الشيء يا سينو ديك التيران اللي كانوا داروا ديك ملعب القرب انه كيزلق هو انطلاقا يعني يمتلي حتى حنا كنلعبو كورة كيما كنا خاطرنا هو الميني فوت خصو ضروري يكون كيزلق ضروري خصو يكون كيزلق بس ان تبلوك الناس تنظر ان الدكتور يكون ادرى ادرى بهذا الشيء يا سينو انهم يعني عالميين تيقول بان خصو يكون كيزلق شويه ما يوقعش البلوكاج ديريكت ولو وقع بلوكاج ديريكت راه هذيك الحيكول اللي كيلعب تما الكره غادي يوقع لهم الماء كيتجمع على في الكامل عليهم لي كروم يعني ضروري خصو يكون كيزلق مساله طبيعيه ماشي شي حاجه الوقت بخصوص يعني كل المشاريع اللي سبقت يعني هاد المقترحات المتعلقه خاصه المتعلقه بالملعب والاخوان ربما كتذكروا على السياج حقيقه فعلا يعني ذاك الملعب يعني نظرا يعني العلو ديالو كيخصو يعني الحمايه ديالو خص الحمايه والحمايه ديالو لن تكون الا بسياج سواء حائط او يعني سياج سلكي او بناء يعني حائط وكنعتقد كاين هاد الامكانيه ومبرمجه في هاد المساله ربما غادي يطرقوا لها الاخوان يعني بالتفصيل عن هاد المسائل. ما يتعلق يعني كذلك اشغال متعلقه بملعب يعني الارضيه هذه ملاحظات ممكن يعني الانسان يلاحظ بعض المسائل ولكن كتبقى دائما يعني ذاك المشروع حنا غادي نتبعوه باقي عاد في لا كارونتي يعني الا كانت شي امكانيه انه شي حاجه مصالحات يمكن لنا الانسان عاد كاين باقي عاد لا كارونتي يعني هذا ما كملاش ولا كان شي حاجه ما تصلح ممكن نصلحوها يعني ما كان حتى شي اشكال في هذا الجانب. ما يتعلق بسياره الاسعاف ربما يعني الساكنه ارتأت يعني هاد خص تكون يعني واحد السياره الاسعاف ربما قريبه لهم ربما وكاين تخوف فعلا يعني ديال الدكتور يعني الاشكاليه اللي مطروحه اللي كان فعلا كنعانيو بها بعض الاحيان هو يعني عدم تواجد واحد السائق يعني خاص يعني بسياره هذا مشكل كاين. اذا كنعتقد الا كانت سياره الاسعاف تقتنت من خلال هاد المبلغ الحالي او لا بهاد الحصه ممكن في اطار يعني الشراكه مع الجماعه ممكن يعني الجماعه توفر يعني السائق الجمعيه او المبادره هي وفرت يعني السياره الجماعه كتوفر يعني السائق وكتبقى يعني الامور يعني تمشي ما فيها غير الخير يعني هاد سياره الاسعاف.
والمراقبه المتعلقه بالاخ الذكري يعني المراقبه ديال الاشغال ربما ولا هذه فعلا يعني الانسان ممكن انه يعني ينظم جولات لهذه المشاريع المنجزه تما في عين المكان ولما لا يعني كنعتقد ما كان حتى شي مشكل الا كان شي مبادره الانسان ما فيهاش باس يعني نقترحوا يعني الاخوان اي وقت ممكن يعني اللجنه تمشي برمتها تنتقل وتشوف تعاين دوك المشاريع ممكن اي لحظه ونعطي الكلمه للمنسق يعني ديال فريق التنشيط يعني الا كان شي اضافات حول التساؤلات ديال الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنشكر السيد الرئيس الساده اعضاء اللجنه المحليه للتنميه البشريه كنشكر اعضاء ديال اللجنه ديال التنشيط. انا بغيت لابد من نشير بانه اللي جات هذه الرساله كما شار السي حسن هذه الرساله ديال السيد العامر اللي تعطات فيها 156 مليون و100 الف فرانك للحي مارشال هي كحصه اخيره لهذه السنه الخامسه. كان المفروض على اللجنه ديال التنشيط باش دير واحد التشخيص تشاركي وهذا هو اللي قامت به نهار 19/12/2014. بالفعل خرجنا الماكينة المجموعة ديالنا درنا داك التشخيص التشاركي اللي تار انتباه ديالي وحنا السي حسين راه حضر معنا الاخوان ديال اللجنة هو كان واحد الاهتمام كبير واحد الحضور كبير ديال الشباب وكانوا كيهتموا بهاد واحد الاهتمام اللي كانوا كيتسائلوا على المشاريع اللي دارت بحيث عطيناهم يعني كاع المشاريع اللي راها تنجزت وفين وصلت وهذه كذلك الشباب طرحوا ذاك الموضوع اللي كيتعلق بملعب القرب وذاك السياج وكذلك تعطاتهم الشروحات فسرنا اليوم بانه بالنسبه هذاك السياج اللي بدا غادي يدار وراه مبرمج والقيمه ديالو هو 20 مليون راه كاينه موجوده باش انت في راس الاخ اللي طرح دابا هذا التساؤل. بالنسبه للارضيه يعني غادي من بعد غادي يدار واحد اعاده النظر في هذيك الارضيه وتكون يعني في واحد المواصفات ديال الملاعب القرب اللي كيلعبوا فيها الشباب باش ما تكونش تاثر عليهم وكما قال الاخ ما خصوش يكون فيه هذاك الانسان اللي كيكون يلعب ما خصوش خصو يكون واحد النوع ديال التسحلق باش يكون ما يوقعوش ذوك الاضرار في ذوك لي كرون بحال قال الدكتور. بالنسبه للتساؤل ديال الاخ ديال الوقايه المدنيه حول ذاك الشيء ديال هاد المسائل اللي كتعلق بلي بلون بالدراسات يعني هاد المسائل حنا دوكا كلجنه محليه ملي كنقرروا المشاريع اللي غادي تدوز من بعد عاد كتجي هذيك المسائل ديال الدراسه وداك الشيء ديال التصاميم اللي كتعطى لواحد الارشيتكت اللي حنا عندنا معاه اتفاقيه وكيقوم بهاد الاعمال ولكن هادشي كله كيتم في اطار واحد النوع ديال التشارك مع قسم العمل الاجتماعي بالعمل. هذا بالنسبه لي اللي يمكن نقول فيما يخص هاد النقطه واشكر. هذيك 156 مليون ديك 56 مليون هي اللي غادي نقترحوها من اجل التجهيز غادي تكون كافيه بالنسبه للتجهيز. الانجاز ديال الملعب كما قال السي قاسم يعني كانت ملاحظات نتاع الشباب تما وانا كنت موافقهم في الملاحظات ديالهم لان ما لا فينيسيون نتاع لا كوش فينال نتاع الملعب ما كانتش بلاصتها يعني الطريقه باش تخدمت كتخدم بواحد على نسبه تاع الهليكوبتر هذيك هي في نقاط ديفو يعني ذاك السيل ذاك التشرر اللي جاب الاخر ما عرفش تقريبا كيفاش يخدم ديك الاخرى من الارضيه التحتيه تخدمت في يعني بمواصفات تقنيه عاليه. الاقتراح ديالي شخصي بالنسبه كاين النقطه الاولى تجهيز مركز التربيه والتكوين هذاك لا كما نقول لا غبار عليه وكاين النقطه الثانيه احداث سقايه عموميه بالحي. النقطة الرابعة تعبيد الطرق غادي تكلف واحد لما بالنسبة لهاد 156 مليون لا مركز التربية الكويت كنا تحت روض الأطفال ذاك النهار كاين روض الأطفال وكاين واحد المحل ديال الإعلامية نعم كاين الفوق محاربة المياه هما التجهيزات اللي غايكونوا لا كاين أنشطة أخرى كاين عدة أنشطة غير هذاك الشيء غنتبعوه بشوية بشوية كاين عدة أنشطة بحال اللي كاين في المهم السبور
اللي كيتضمن واحد المجموعه ديال الانشطه. لانه غير بغيت تسال البلديه واش تقدر مثلا بحال ذاك المقاول اللي ما كملش ذاك العام واش صدقت له على المشروع ولا باقي؟ واش صدقت له على ذاك العمل ديالو؟ لا لا مازال هذا هو اللي كاين. تنضيف يعني بعض المسائل المتعلقه بالبرمجه ديال هذا الاعتماد، يعني كاين مقترحات ولكن كاين اولويات هذو هما اللي اساس. طبعا كاين من بين يعني الشروط ديال البرمجه ديال هذا هو يعني برمجه الاعتمادات في امور اللي ممكن تكون كافيه، يعني الصرف ديال هذه الاعتمادات تكون كافيه يعني لهذه المسائل باش ما يطرحوش في مشاكل ديال مسائل ديال النقص. انا عندي ملاحظه واحده، ربما الناس ديال لونيك ما حضرتش معنا هنا، ربما يعني الساكنه، طبعا الساكنه ارتأت يعني باش غادي تكون عندهم واحد السقايه عموميه، ولكن الناس ديال لونيك يعني ما حضرتش معنا، ربما هما غادي يعطيونا افادات اكثر. واش هاد السقايه يعني غادي تكون من جلب يعني المياه؟ انا ما عرفتش هاد السقايه زعما ربما هاد المساله واش طارحين ديال لونيب؟ لا هما اللي كان ديال لونيب واسمح لي اللي كان ديال لونيب ربما غادي يكون عندهم واحد الاشكال اخر، اشكال ديال والاشكال ديال خلاص البيمو يعني ديال الخلاص، هذا غادي يكون مشكل. ربما غادي دير سقايه ولكن ربما ما غاديش يستافدوا منها الحراسه. كاين واحد المشروع ديال عاوتاني تما، انا كاين مشروع ديال التعميم ديال الشبكه ديال الماء الصالح للشرب، يعني ذاك الحي ككل يعني راه كاين ذاك المشروع وراه غادي يتنجز في اقرب وقت، ربما غادي يكون عندها واحد الاولويه في هاد النقطه، يمكن يعني تنضاف شي حوايج. هادو هما اللي يعني لا انا ساعه 2015 كان سبق في التشخيص التشاركي طلع لنا المشروع الاول هو تعبيد الواد الحار لا سيميسونس. حنا كنعرفوا بان حنا بالنسبه للبلديه عندنا واحد اتفاقيه اطار مع الناس ديال لونيك، وهاد الماء الصالح للشرب وهاد لا سيميسونس هما داخلين في اطار هاد الشركه هاد الاتفاقيه. مازلت كنتذكر حنا ملي طلع هاد المشروع يعني وبقى بحال هكا واللجنه المحليه دوزاتو والسيد العامل بنفسه هو تدخل في هاد النقطه بالضبط، قال بانه مادام كاين لونين وحنا دايرين معاه اتفاقه اطار اللي هي كتصرف على التسير ديال الماء ولا سينيسمو هو اللي اقترح باش ترد هذاك المبلغ للتعديل. علاش انا غادي هنا نربط الهضره هذه اللي قلت مع هادشي التدخل اللي قلتو نتوما دابا، يعني بالنسبه لهادشي ديال الماء مادام حنا كدايرين واحد الدراسه ودايرين واحد التعميم ديال الماء في هذيك الجهه وفي هذاك الحي ديال مارشال، انا كنظن واخا وافقت علينا اللجنه هي هذا الصراحه، يعني انا كمنصف غير كنوضح الامور وصافي، يمكن واخا دوزوها لينا ملي توصل للعماله غادي يقول لك، لان حيت حنا ديجا عندنا واحد مشروع ديال الدراسه ديال التعميم ديال الماء في جميع الاحياء اللي هي دخلت من الجامعه ديال ولاد ستوس، ما فيها حي مارشال واخا كان تابع لينا ولكن في ذاك ولاد بوجمعه ولاد خويا راهم دخلوا جداد غادي يستافدوا من هذا التعميم ديال الماء. ولهذا المهم الاخوان ديال اللجنه والتدخل اللي درتو نتوما راه يعني خصنا ناخذوا به، بحيث حتى ذاك الترتيب انا ما غاديش ندخل لكم في العمل ديالكم ولكن غير هذيك توضيح وصافي وشكرا. لا نقطة مهمة اللي درت، ولكن بالنسبة لهذا يحتاج سقاية غادي نغيوها بما انه غادي يتعمم الماء الصالح للشرب على السكينة، غادي نحاولوا ما يمكن واحد القسط ديال المبلغ نزيدوه لتعبيد الطرق وداخل في التجهيز. وبالنسبه لذاك لنا سياره الاسعاف انا كنظن بالنسبه للنظريه ديالي نورمالمون خصها تكون تابعه للسونتر سونتي هذا هو اللي كاين، بما انه ما كاينش شي مركز صحي تما لا داعي لاقتناء، بما انه كاين عندنا الوقايه المدنيه كما قال لك الدكتور قال لك خصنا نورمالمون اللي غادي نقلبوا فيه هو، فبالنسبه للسائقين هما اللي المشكل، يد العامله هي اللي المشكل. بالنسبه لسياره الاقتناء السياره اذا كان السيارات موجودين البلديه عندها جوج ولا ثلاثه السونتر سونتي للوقايه المدنيه، علاش غادي نزيدوا واحد اخر نزيدوا هذا القدر ديال المال غادي نضيفوه على شي نقطه اخرى ديال بالنسبه للتجهيزات. هذا هو النظريه ديالي الاخوان ماركم عارفين هذه القضيه، لكن دوزنا في واحد الدوره ديال المجلس وكان جا عندنا السي جباري هنا وطرحوا ذاك المشروع، هذا المشروع راه هو اللي كنهضروا عليه دابا. فعلا
الناس خلصت وراه المشروع خدام. فين هاد النقطة وصلت؟ واحد خدام على جنب خسر فيها حتى القضية ديال السيارة ديال الإسعاف، القضية ديال السيارة ديال الإسعاف مزيانة. إلا كانت البلدية هي اللي غادي تكون عاطية السائق وهذا مزيان مزيان. ما فيها باس مزيان للسكينة كانت نفع لأن ذاك حي من الشهر وهذا وذاك حي ولات كبير ماشي صغير مزيانة. ولكن بالنسبة للسكينة السعرية بالنسبة للسكينة تابعة طبعا للمركز الحضري، المركز الحضري راه عنده قايم بالواجب ديالو الوقاية المدنية الشرطي البلدية يحكي الإسعاف. علاش غادي نزيدو حنا سيارة إسعاف أخرى اللي غادي نوليو نقلبوا لهذا السائق وحنا عندنا مشكل في السيارات الأخرى ما عندهمش حتى الميزانية ديالها؟ هذا هو الإشكال. أنا لا داعي زعما توفر لهم السائق وكنكون هنا عندنا واحد سيارة الإسعاف واحد المستوى معين، لأن حتى سيارة الإسعاف دابا حاليا ديال الجماعة راه ما بقاتش يعني حتى إلا ما شراتهاش يعني ما تمش الاقتناء ديالها من طرفات سميتو. بالنسبة للجماعة ولا بدا مستقبلا خصها تفكر في سيارة إسعاف بواحد المواصفات معينة، لأن هذه دابا بقات كتبقات تمشي حتى المسافة ربما. إذا كتبقى سيارة الإسعاف إلا كانت إلا تم يعني الموافقة على الشراء ديالها فالجماعة مستعدة أنها توفر يعني السائق تدخل في إطار شراكة مع الجمعية كما دارت مع الجمعية اللي كان ديال الحي تما مع دوك بحال دوك الحافلات اللي تم الاقتناء ديالها. نقل مدرسة نقل مدرسة في شراكة معاهم. السكينة السكينة السي حسن ذاك النهار حتى السكينة طلبوها ماشي حنا ماشي اللي لفنا السكينة هما اللي جبدوا قلبوا الدنيا عندنا مشاكل ديال الإسعاف هذي. لا بس اسمح لي واحد القضية تفاهم زعما سي واحد حنا تفاهمنا يعني لا النقطة اللي كتقول شراكة راه غادي نوضوا جميع الأحياء ويديروا جمعيات وغادي يقولوا نديروا شراكة وحنا مستعدين نجيبوا سيارة الإسعاف مثلا. اسي غادي ربما غادي نخلقوا واحد لا اسمح لي غير واحد القضية المهم لا درنا واحد اتفاقية شراكة مع هذيك الجمعية راه هذيك ما غاديش تخدم غير لذاك الحي. وواحد القضية كنقول أنا غير عضو رئيس الفريق ديال تنشيط وصل بغيت نوضح واحد الفكرة أساسية لأن كما قال السي حسن بويلا قال لكم إلا كانت عندنا شي سيارة من واحد النوع ممتاز حنا ما عندنا سيارة إسعاف. سيارة الإسعاف اللي عندنا دابا يعني راه غير فواحد المستوى قل من المتوسط. حنا اللي كانت عندنا سيارة إسعاف فواحد المواصفات وعندنا الأكسجين الدكتورة كيعرف هاد الأمور حسن يسمح لي يا دكتورة كنهضر قدام شوية أنا اللي كانت عندنا هنا درنا في إطار شراكة مع شي جمعية وعطيناهم الشيفور وعطيناهم هذا راه غادي تكون هنا الوقت اللي غادي تكون لهم غادي يجي هذا ماشي بالضرورة تكون في الحي فهمت؟ لأن هذه قد تكون لأنه دابا هاد 156 مليار دوك الحافلات ديال النقل هذاك راه الملك ديال الجماعه واخا كيخدموا به المواطن ما غاديش تكون مثلا في بلايصه ولا هذه غتكون هنا غير اسمح لي واحد هي هذه الا كانت زعما كاينه ماذا بين الربح اسمح محمد حصيه راه اسمح لي انا متفق معك لا حنا شي سياره اسعاف انا ماشي الفكره حنا ماذا بين حنا غنوضحوا الطريقه ديال السير الطريقه ديال التدبير السير الا جبنا على الهدف ربما تخلق مشاكل في تجميع الاحياء اللي كاينه في المدينه. لا علاش انا مازال ملي قلت هذه القضيه انا قلت غتكون هنا الحياه الاخرى يستافدوا منها. لا احنا ماذا بين حاجه كيعرفها الجمعيه ودرت معها درت معها نعم اتفاقيه الشراكه تقول لك اخويا راه ديالي. لا لا ولكن دابا الا كانت في القانون الا كانت في النقطه وتبقى على الاشاره على ديال المواطنين كاملين احنا ما غاتكونش بحال هادشي. ما كانوا كاع الوقت داروا اي حي عنده سياره احسن ما كاينش الجماعات ديال بعضها هو يعني الانسان ما فكروش يعني فعلا كما قلت غير التخوف اللي هو مشرع ولكن هو عمليا الا كانت سياره الاسعاف غادي تكون غالبا غادي يستافد بها الجميع كلشي المدينه كامل. واش واحد المريض تقول لي راه مثلا ذاك المركز اللي كنهضروا على ذاك المركز تما ديال التربيه والتكوين واش غادي يقتصر يعني ذاك السكن؟ بدا غادي يشرحوا جمعيات يشرحوا بدا يستافدوا به ولكن محسوب ان ذيك الساكنه هما اللي اقترحوا هما اللي بادروا هما اللي نفس الشيء سيارة الإسعاف غادي تكون من الممتلكات ديال غادي تكون ممتلكات ديال الجماعة ولكن مزيان ديك الساكنة فكروا باش نزيدوا سيارات إسعاف لهذ المدينة ولهذ الناس اللي بغاو مزيان غتكون قيمة كنعتقد غادي تكون في هذا الاتجاه ما تكونش يعني بصورة في ذاك الحي غتكون سيارة تنفع من ناحية عملية واحد السيد جا مريض واش غتقول لي غادي المارشي لا غادي تعطيها. حنا شي مرات كندخلوا الجامعة القروية كنطلبوا سيارة الإسعاف تمشي للرباط وتمشي لكذا اسمح لي يا سيد الرئيس راني لا ما كاين مشكل ماشي مشكله
ندخلوها في الربطه ديالي. لا احنا المشاريع ندخلوها ماشي الترتيب دابا السي حسن. بلانينغ جات خريطه ديال اهم المشاريع اللي داروا في هاد خمس سنوات، وبالتالي غتكون عندنا واحد الرؤيه لواحد المشروع كامل ولا متكامل الاجزاء. شنو هما اهم المسائل اللي هي ضافت اللي ضافها هذا المشروع انطلاقا من الاستفاده من الميزانيات السابقه، وشنو هما المسائل اللي ما داروش؟ انا كنظن بان مازال يمكن يكونوا مشاريع واحده اخرى اللي هي اهم من هذا الشيء اللي كنذكروا دابا كاقتصاديات الاسعار. كنظن انا هي اخر الاقتراحات. علاش؟ بكوني انا اختي انا راني في المقهى المدني، حنا ما كرهناش تزيدوا لنا ثلاثه ولا اربعه. اولا انا كنعانيو، باش نكونوا واقعيين كنعانيو بواحد الشكل كبير، والدكتوره على درايه بهذا الشيء، لان السياره عندنا سياره اسعاف وحده. حنا يعني اول ناس خصنا ندافعوا على هذا المشروع، بينما انا نكران يعني الذات ما كنفكروش في المصلحه ديالنا فقط، كنفكروا في المصلحه ديال ديك الحي. شنو خصهم يستافدوا؟ يعني كنشوف اختناء سياره الاسعاف اخر اقتراحات. كاين يمكن مشاريع اللي هي اهم من هذا المشروع هذا، ربما يعني السونتر ديال لا سونتي مثلا. ما عرفتش انا واش كاين ولا ما كاينش بالتجهيزات ديالو، يعني وقت كنهضروا باتفاقيه مع وزاره الصحه. لا 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 سمحت لي، غير هنايا في هذه النقطه بالضبط، حنا دابا كنذكروا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هي عندها واحد المجال محدود اللي كتخدم فيه. هي كما كيعرف الجميع هو هذه التنميه البشريه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عندها خمسه ديال المشاريع، سات بروغرام، من ضمنها هذا الاقصاء الاجتماعي. الاقصاء الاجتماعي ديال محاربة الهشاشة وهذا، ولكن المشاريع الافقية. حنا دابا كنتذكروا على واحد البرنامج من البرامج الخمسة اللي مقررة اللي جابها سيدنا في هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالنسبة طرحتوا قلتوا مثلا ما كاينش مركز صحي ولا مدرسة، هذا ما كيدخلوش، لأن المسائل اللي هي قطاعية كتدخل في القطاعات الأخرى ديال التعليم ديال الصحة. حنا عندنا مسائل محدودة وكتكون مسطرة ومعروفة. كتدخل في هذا الشيء ديال الهشاشة، الإقصاء، المعاقين، هذا هو المسائل يعني. وشكرا غير هذا التوضيح وصافي. تلقينا من الحافلتين اللي طبعا كاين، وكاين مركز التربية والتكوين، كاين مشروع ديال تعبئة الطرق مازال يعني الإنجاز ديال مازال ما تمش، وكاين إصلاح ديال بعض الأمور داخل يعني الحي راه تلقات يعني الدراسة. بالإضافة وأصلاح الأودية داخل فيها تعطات الدراسة في طور يعني الإنجاز، كنعتقد الصفقرات تلونسات في المجال. بالإضافة لهذ المشاريع يعني ديال التجهيز إلى آخره، واحد المجموعة من المنجزات كنعتقد هذو هما المهمين واللي كانت الساكنة يعني وفي هذا الدراسه، لان حيت السكان هما اللي كيقترحوا فيما يسمى بالتشخيص التشاركي، كيقول لك اش بغينا نديروا، كتحط لهم داكشي اللي بغيتي. 20 مقترح كل شيء حسن. شفنا دابا الترتيب اللي نديروا حنا في المحضر باش يعني مركز التربيه والتكوين هو المقترح الاول، يعني الاخوان كاع موافقين على هذا المقترح. وزاد يعني المشروع الثاني هو تعبئه الطرق. المقترح الثالث اقتناء سيارة، هو اقتناء سيارة الإسعاف. والرابع الأخرى مولغار كنظر هذيك مولغار يعني غادي يستافدوا السكينة بالماء. غادي تكون حتى الصعوبة ديال الاستفادة منها غادي تكون صعوبة يعني في المشروع ديال السقاية. المشروع ديال السقاية ربما غادي تكون حتى الصعوبة في التنفيذ ديالو. ما كون ما كانش لونير ماشي نديرو السقاية، نديرو السقايات. دابا ماشي خصو سقاية، خصو سقايات، ولكن كاين لونيف تما كاين. الناس هنا تكون غير واحد التوصية بالتتبع والتسريع من التفعيل التفعيل ديالها، ماشي السقاية وإنما يعني كوردونيو مع لا كوردونيو مع لونيف أنها تسرع لهم في العملية ديال الاستفادة من هذاك البرنامج كترسو. كان دار مقررة تاع المجلس المشاريع اللي تقترحت اللجنة يعني وافقت على ثلاثة مع إلغاء يعني واحد النقطة، نظرا لكون أن هذا الحي سيستفيد يعني من التغطية الشاملة ديال الوطن. لونيك وصافي. ما عرفتش أنا دابا ما حضرتش في ذاك الموضوع، واش تطرح تناقش معاهم
الكيفيه ديال التدبير ديال هاد السباب، هو ما عارفش يطلع السباب ولا ما كيكونش عارف، ما كيكونش عارف يعني خاصو يطلع واحد سميتو كيطلبها بسميتو، ولكن واش تقالت لهم الاكراهات ولا يعني ممكن يعني هذا ما لا احنا ما ذكرناش على القضيه ديال التدبير والتسيير ديال السقايه ولا السقايات، ولكن اللي كاين انه دابا المكتب الوطني للكهرباء راه هو المكتب الوطني للماء هو الكهربائي للماء معروف دابا ولا مكتب واحد، هو ادرى بهاد المسائل ديالو دابا، هو حيت عندنا واحد الدراسه اللي غادي يكون عندنا الاكتفاء وتعميم الماء الصالح للشرب، نظن حتى هاد السقايه ما بقاش عندها موضوع باش تدرس ولا دير في الاخر. لا يمكن السيد الرئيس اعضاء ديال اللجنه ديال زيو سيتي، لانه حنا درنا واحد العمل وهذه حقيقه ماشي كنجامل فيها شي حد، كنقول حقيقه وسبق لي هضرنا في هذا الموضوع قبل، وهذا حنا درنا هذا العمل وقمنا به، ولكن كيبقى واحد الدور ديالهم هما، كيكون واحد الدور كبير لانه من خلاله هما الساكنه كيعرفوا واحد المجموعه ديال المسائل، الى درجه واحد المره انا كان تحت لي واحد الفرصه وكنا كنتناقش في هذا الموضوع، قلت لهم بحال هذه المواقع اللي هي ديال الانترنت وهذه المواقع اللي كاين عندنا في زايو خصنا نعتبروها ماشي مواقع ديال راسها، راه ولات مواقع يعني ديال السكان ديال الجميع، وهذه القضيه زعما كاين كان شي اطار قانوني يمكن كتدخل باش يعني هما كيديروا واحد الاعمال يعني اللي بغينا نقولوا عمل جبار، علاش؟ لانه هذاك العمل اللي كنديروا حنايا مثلا كنديروا حتى في جوج سوايع من خلال هما عاد كيعرفوا الساكنين، وكنشكركم كنشكروا هاد الناس اللي واقفين الحق المشروع مشروع مهم اللي جات الساكنه، وهاد الرجال اللي وقفوا فيه وجابوه نشكرهم بزاف على هذا، ونطلب الله سبحانه وتعالى باش يكون ذاك التكميل ديال المشاريع اللي باقيه والمشروع الكبير اللي باقي، وما ذاك اللي كيتسالوا بزاف عليه الكل هو قضيه الماء، الناس اللي خلصوا ذاك الشيء خصها يستافدوا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. اللي كتقوم به اعضاء اللجنه، وكنشكرهم طبعا على الملاحظات ديالهم وعلى المقترحات ديالهم والتدخلات ديالهم اللي كانت كتصب كلها في الموضوع اللي كيتعلق بهاد المشاريع. وبهذه المناسبة كذلك أجدد الشكر للموقع الإلكتروني زيو سيتي على التغطية ديالو ديال هاد طبعا هاد الاجتماع، وكذلك على التغطية ديالهم ديال الباقي يعني كل يعني الاجتماعات السابقة سواء المجلس أو المشاريع المنجزة إلى غير ذلك، نظرا لأهمية يعني الإعلان في هذا الإطار كنحييهم بهذه المناسبة. وطبعا كنجدد كذلك التحية للإخوان وكنشكرهم مرة أخرى، وأقول لهم كذلك سنة سعيدة، حنا كنلزموا هذا الاجتماع في آخر يوم من ايام يعني ديال سنه 2014، وكنتمناو طبعا السنه 2015 تكون سنه يعني خير وعطاء للجميع. وشكرا مره اخرى، شكرا للاخوان، وخير ما نبدات به هو ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.